دبادوك اسم جديد ينضم لعالم المنصات والتطبيقات الخدمية، ولكن في مجال الصحة. يتيح دبادوك للمستخدم البحث عن أطباء، حجز موعد مع الطبيب أو معمل التحاليل أو المستشفيات وغيرها. دبادوك كان في إقناع الأطباء بجدوى الفكرة، وهو ما نجح فيه المشروع الذي أصبح الآن يشمل أكثر من 3500 طبيب في الدول الثلاث، واستخدمه أكثر من 3 ملايين مستخدم خلال 3 سنوات فقط. ويطمح دبادوك مستقبلاً أن يستقطب شريحة أوسع من المستخدمين عبر وسائل التسويق التقليدية.